النجمة ديما الجندي روحة. ليه فتي على الغنية لنصيف زيتون؟ قد ايه بتحبي نصيف زيتون؟ كثير. بتحبي كثير؟ بتسمعيه كل يوم؟ تقريبا. يعني هو من الاشخاص القلال كثير يلي بحب اسمع له كل اغاني. واصدقاء انت وياه؟ صحبة يعني منا رفقات كثير يعني. بس انه على قدر ما انتم معقول تتواجدوا بنفس البلاد. يعني انتم مش عايشين بنفس البلد، انت هو عايش بلبنان انت عايشة بدبي. اطلب منك تختاري نجم واحد ليحيي حفلة عرس بنتك املي، مين بتختاري؟ نصيف يبرني انا دغري هيك؟ لا لانه انا بحبه. في نصيف زيتون، حازم الشريف، محمد مجذوب، نادر العتاد، هادي اسود، ميشيل ازي. والله هو كلهم انا بحبهم يقبروا قلبي، فيني اجيبهم كلهم بس بادجت عالية حبيبي.